الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اللقاء عن حق من الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، وهذا الحق هو حق استقلالية الذمة المالية. وحتى تتضح لنا معنى استقلالية الذمة، لابد أن نبين معنى الذمة المالية ابتداء. فنعني بالذمة المالية هي ما يكون للشخص من حقوق مالية وما عليه من التزامات. ومعلوم أن الإسلام أعطى للمرأة حق النفقة وحق المهر وحق النفقة، حق النفقة وحق المهر وحق الميراث وحق التصرف فيما تملكه من دخل خاص، من تجارة أو من مشروع أو من عمل أو غير ذلك. ومعلوم أن المرأة في الجاهلية كانت محرومة من هذه الحقوق، فلم يكن ينظر إليها على أنها كائن له حقوق وكرامة إنسانية، بل أنها كانت تورث كما يورث المتاع. وكانت المرأة محرومة من التصرف في مالها إلا على نطاق ضيق جدا في بعض الأسر وفي بعض العائلات، كما كان في حال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. أما ما نعني به باستقلال الذمة، فنعني بالاستقلالية أن المرأة لها حق التصرف الكامل في مالها كما تريد، بالبيع، بالشراء، بالهبة، ولا يحق لأحد أن يمنعها من ذلك، ولا يحق لأحد أن يتصرف أو يمنعها من التصرف في مالها، سواء كان هذا الشخص هو الأب قبل الزواج أو كانت المرأة بعد الزواج من زوجها، لا يحق لهم منعها من التصرف إن كان لها مال سواء من عمل. إذن الإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، فالإسلام أوجب على الأب أن ينفق على ابنته قبل الزواج، وأيضا أعطاها الإسلام حق التصرف في مالها إن كانت لها مال من دخل أو من عمل أو من وراثة أو غير ذلك. ومما يؤسف هنا أن كثير من الآباء أو بعض الآباء والإخوة يتحكمون في مال المرأة ويعتقدون أنها محرومة من هذا الحق، فنقول لا، الإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، فيجب على الأب أن يعيل ابنته، وفي الوقت نفسه إن كانت تعمل وصاحب الدخل لا يحق له أن يحرمها أو يمنعها من التصرف في مالها. ومما يؤسف هنا أن بعض الآباء أو بعض الأخوة لا يقف فقط على منع ابنته من التصرف في مالها، بل قد يتسبب في تأخير زواجها أو منع زواجها حتى يستأثر بما تأتي به من أموال أو من دخل من عملها، وهذا مما يؤسف ولا يتوافق مع الإسلام. فالإسلام أعطى للمرأة حق التصرف في مالها إن كان لها مال، ولا يحق لأحد أن يمنعها من هذا التصرف. أما المرأة بعد الزواج فكذلك الحال، لها حق في الذمة مالية مستقلة، يجب على الزوج أن ينفق عليها، وإن كانت تعمل أو صاحب الدخل فأيضا يحق لها أن تتصرف بمالها كيفما شاءت. لا يجوز للرجل أن يتعدى على أموالها من ناحية، وأيضا لا يحق له أن يمنعها من التصرف إن كانت تريد أن تتصرف في هذا المال، تعطي شيئا لأهلها منه أو تهدي لمن أرادت أو تتصرف بأي طريقة من البيع أو الشراء أو الهبة، فهي لها ذمتها المالية المستقلة. هذا لابد من فهمه ابتداء في الذمة المالية المستقلة. ومما يعني نراه في كثير من الأسر فيما يتعلق بالذمم المالية أننا أمام صورتين، وكلا الصورتين مؤذي للأسرة ومؤثر عليها. الصورة الأولى أن تكون المرأة صاحب الدخل إما من عمل أو من تجارة أو من وراثة أو من غير ذلك، فتجد رجل يعتقد أن المرأة وكل ما تملك هي له، وبالتالي يمنعها من التصرف في المال بأي طريقة كانت، بل أنه يحجر عليها تقريبا، فلا يحق لها أن تتصرف بأي جزء مما تملك. وهذا في الحقيقة له أثر سلبي ويتنافى مع حكم الإسلام وإكرامه للمرأة.
وينتج عنه آثار سلبية على نفسية المرأة في الشعور بالامتهان والإذلال، وأيضا ينتج عليه آثار سلبية على الأسرة وعلى الأولاد وعلى تربيتهم. فإذا هذا نموذج سيء. أما النموذج السلبي الآخر والذي يؤثر على الأسرة أيضا، صورة لامرأة أيضا لها دخل ولها مال سواء من عمل أو من وراثة أو غيره، ولكنها تعتقد أن هذا المال لها فقط ولا تشرك فيه لا زوج ولا بيت ولا أسرة، وتعتقد أنها حرة التصرف 100% وهذا صحيح، ولا وتمنع زوجها أو أولادها من الانتفاع بأي شيء من هذا المال، وتجعل هذا المال فقط يكون رصيد خاص لها. وفي الحقيقة هذا أيضا هذه الصورة أيضا صورة سلبية سيئة تتنافى مع حرص المرأة على مصلحة الأسرة ومصلحة الزواج ومصلحة المودة والاستقرار داخل الأسرة. نقول الصورة الأولى صورة سلبية لها أثر سلبي على الأسرة، والصورة الثانية أيضا صورة سلبية لها أثر على الأسرة. إذن ماذا يجب علينا حتى نجمع بين الأمور المختلفة؟ ابتداء لابد وأن تفهم المرأة ويفهم الرجل أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة ابتداء، وأنه يجب على الرجل أن يتكفل بالإنفاق عليها بقدر حالته واستطاعته عسرا ويسرا. أيضا نقول أن المرأة في حالة أن يكون لها دخل لابد أن تكون هذه مسألة ضبط الدخل المالي من الأمور التي تناقش في بدايات الحياة الزوجية، بمعنى كيف تدار هذه الأموال وكيف تنفق، وما السبيل إلى أن تتمتع المرأة باستقلاليتها المالية وفي نفس الوقت تتمتع الأسرة أيضا بهذا الدخل، بحيث يتم الاتفاق على نسبة مثلا تدفعها المرأة من راتبها لصالح الزوج، لصالح الأسرة، لصالح الأولاد، لصالح مصروفات البيت، وخصوصا مع وجود الضغط المالي ووجود الأزمات المالية وغلاء المعيشة التي تعاني منه الأسر. فإذا لابد أن نوفق في ذلك، بأن يفهم الزوج بأن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة، يجب عليه حق النفقة عليها، وفي نفس الوقت لابد أن تفهم المرأة أن من حق زوجها ومن حق أولادها أن تشاركهم فيما تملك حتى ينتج عن ذلك استقرار ومودة في الأسرة. وهذا لا يتم لا بالنزاع ولا بانتزاع ولا والاختلاف بين الزوجين على الحقوق والواجبات، وإنما تتم المناقشة فيه من باب المودة والسكينة والرحمة والفضل بين الزوجين. وفي المقابل أيضا يفهم الزوج أن هذا ليس فرضا عليها وليس واجبا عليها، وإنما هو من باب الفضل ومن باب البر. إذن هذا ما نريده، نفهم من ناحية أن الإسلام أعطى المرأة حق كامل في التصرف في أموالها، يجب على الزوج أن ينفق عليها، ولكن نقول من باب الفضل ومن باب البر لابد للمرأة أن تفهم أن لها الحق في العمل، ولها الحق في أن يكون لها دخل، ولها الحق في أن تتصرف في مالها، ولكن إن كانت في أسرة وإن كانت سواء كانت ابنة فهنا يجب عليها أن تفكر كيف تساعد أسرتها، وإن كانت متزوجة ولها زوج وأسرة أيضا لابد من أجل الحفاظ على الأسرة أن تنفق شيئا من هذا المال بالاتفاق مع زوجها لمصلحة الأسرة ولقضاء مصروفات البيت والأولاد، حتى يكون ذلك أدعى لأن يكون لها حظ لدى زوجها من ناحية، ولحفظ استقرار ومودة المودة والسكينة داخل الأسرة. كل هذا من باب الفضل لا باب العدل، وأيضا في الوقت نفسه لابد للزوج أن يقدر لها ذلك ويفهم أن هذا ليس واجبا مفروضا وفرضا وواجبا مكتسبا له في حق المرأة، وإنما هذا فضلا وبرا لها الأجر إن شاء الله تعالى عليه. هذا ما نتمناه لبقاء أسر متوادة متحابة يكون لها أعظم الأثر من بعد في بناء جيل قوي وأمة صالحة. كل الخير نرجوه لكم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.